أشواطنا مستمرة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، والتحديات رائعة في هذا الصباح الجميل من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الهباب. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا السادس، شوط خاص بالفطامين الجعدان، وهذا السن القادم بكل قوة إلى هذا العالم الساحر، عالم الأصايل. نتابع البداية والمقدمة، وأرهني سيد من قاد المجموعة مطر بسلطان بن واسل الكتبي في متابعة وانطلاقة سيد، يليه المايدي مع المركز الثاني لحميد بن عبد الله بن أحمد المري، والقدوم من مهاجر حمد بن خميس بن سلطان العويسي، متابعا لانطلاقة مهاجر وشعار علي بن خليفة الرميثي يتسلل أيضا مع المركز الثالث. بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع، بئر التحديات للسراب لمحمد بن مبارك بن دحروي العامري، وخامس التحديات خامس الانطلاقات الطليلي لسعيد بن علي بن راشد الكتبي، متابعا لانطلاقة الطليلي مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنا عودة مع البداية مع المقدمة مع الصدارة مع التحديات الجميلة. وأرم هاجر، أرم هاجر بدأ يهاجر بناموسي هذا الشوط حمد وخميس بن سلطان العويسي، ولكن التحديات القادمة من سرام من بدأ يتسرب وينطلق بناموسي هذا الشوط محمد بن مبارك بن دحروي العامري، يتابع انطلاقة سراب بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات. التحديات من مهاجر لحمد بن خميس بن سلطان العويسي، ومن الجانب الآخر سيد لمطر بن سلطان بن واس الكتبي. صدرت الأوامر، اللحظات الأخيرة، التحديات الرائعة، ومن الجانب الآخر ما شاء الله تبارك الله، مكلف في اللحظات الأخيرة سعيد بن راشد بن خميس بن مرخان. تهانينا على هذا الفوز، وسلام يا الهباب، سلام، تحية واحترام. لحظات الوصول إلى خط النهاية، المركز الثاني محمد بن مبارك بن دحروي، المركز الثالث سيد لمطر بن سلطان بن واس الكتبي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، تهانينا لمالك مكلف سعيد بن راشد بن خميس بن مرخان الكتبي. ياتي بتوقيت زمني مقداره دقيقتين 13 ثانية، تهانينا والناموس.